تعالوا نروح نشوف محمد الشناوي حارس مرمى النادي الاهلي قال ايه بعد المباراه، نرجع نكمل معاكم مره ثانيه. كابتن محمد، الف مبروك، فوز مهم جدا النهارده، 3 اهداف غير الفرص الضائعه، استحواذ كامل للاهلي النهارده. الحمد لله النهارده، وبارك للعيبه وبارك للجهاز الفني وبارك للاداره. طبعا احنا كان عندنا ماتش مهم جدا وكنا محضرين له بشكل كويس، بقى لنا اسبوع بنحضر له وعارفين المباراه تبقى صعبه جدا، والحمد لله يعني النهارده اللعيبه كانوا مركزين ونفذوا التعليمات بتاعت الجهاز الفني، والنهارده كان على قد المسؤوليه، والحمد لله لسه احنا عندنا شوط، ولسه الشوط الثاني ان شاء الله في مصر في وسط جمهورنا ان شاء الله. ان شاء الله ربنا يكرمنا هناك، وان شاء الله نصعد، لسه ما صعدناش يعني، ده اهم حاجه بالنسبه لنا ان احنا نركز نقفل الصفحه من اول بكره، النهارده نفرح من اول بكره ان شاء الله، نقفل الصفحه ونركز ان شاء الله على الماتش الجاي ان شاء الله. واضح ان الفريق بيرد بشكل جيد جدا، اكيد طبعا احنا بالنسبه لنا اهم ماتش هو الماتش الجاي، احنا على طول الفتره اللي فاتت احنا مركزين كده، احنا عندنا ماتش مركزين له بشكل كويس، ده بالنسبه لنا اي مباراه كبيره صغيره بنحضر لها بشكل كويس. طبعا احنا كنا حاضرينش فريق ترجي ان هم فرقه قويه، انما وصلوا نصف النهائي طبعا بيبقوا فرقه قويه، طبعا احنا حاضرين بشكل كويس، واللعيبه نفذت التعليمات ومبروك، وان شاء الله اللعيبه رساله لهم ان شاء الله ان احنا نفرح النهارده من اول بكره، ان شاء الله نركز في الماتش الجاي، ان لسه ما صعدناش يعني نصعد ان شاء الله في وسط جمهورنا ان شاء الله. الشوط الاول انتهى، انت اتكلمت الشوط الاول انتهى فوز، لكن لسه عندنا شوط امام جماهيرنا ان شاء الله باذن الله. اكيد طبعا، اكيد طبعا، النهارده معاك التوفيق ان شاء الله، يبقى معاك التوفيق ان شاء الله في مصر، اهم حاجه اللعيبه تركز، واهم حاجه مباراه ثانيه خالص ننسى المباراه دي تماما. كسبنا بس ان شاء الله دي مباراه جديده، لازم نفكر خلاص اللي احنا اكلنا لسه ما صعدناش، واكنها يعني اكن الشوط الاولاني يعني، بس ان شاء الله يعني ربنا يكرمنا في الماتش الجاي.